سلام مشاهدينا. تقاسيم عراكية، مسرحية تجريبية غير عادية، إنما الرسالة فيلمية. نحن عم نشتغل على العنف، هالناس ما خلقوا مع هالعنف بقلبهم، بيكونوا ناس طبيعيين مثلي ومثلك، بس بالنهاية أوقات بيصير شيء بخليهم يوصلوا لهالدرجة من العنف، ويمكن يوصلوا لمرحلة إنه يقدروا يقتلوا فيها. تقاسيم عراكية مسرحية تنطلق من الحرب اللبنانية لتتناول العنف بالإجمال. الطائفية حمت القتلة الذين قتلونا وأمنت لهم المراتب السياسية العليا. وهي تجريبية، أي إذا ما صح التعريف لا ترتكز على قوانين خارجية. مسرح التجريبي هو المسرح يلي بعد ما صار عنده قوانين معينة، ويلي بيجرب أوقات يروح ضد القوانين المحطوطة. يعني منكون عم نجرب شيء منا أكيدين إذا رح نوصل فيه لعرض أو لا. وفي مسرحيات ناجي صورات التجريبية السابقة عوامل ومواد تستدعي الدهشة، أطنان مياه على المسرح، نيران وديكورات غريبة الأطوار. أنا مجنون، والمجنون ما بيعرف يعرف عن الجنون لأنه ما بيعترف بجنونه. واليوم في تقاسيم عراكية صاج وأخشاب وحبال. ما كتير منحس حالنا بأمان، بس كمان ما بكون بكتير خطر بنفس الوقت. إذا كان كتير آمن بيفقد من الحماس يلي بيعطيه. إننا دائما بأمان، فتمثيلنا ليس خطرا كما يبدو عليك. كل ما علينا فعله أن نركز جيدا. عندما قالوا لي إن اسم المسرحية تقاسيم عراكية وفيها عراك على المسرح، خفت من الرسالة التي ستصل. إنما يتبين لي اليوم أن الرسالة إيجابية، ويجب أن نضع أصابعنا على الجراح لنصل إلى السلام. الخشبية اللي جابت فكرة الصاج، لأنه نحن مجربين قبل مرة أنه نشوف خشبة مش ثابتة، وأنه نحن قاعدين على أرض مش عارفين كيف نوقف عليها وكيف نهدي عليها. يعني أوقات مش منا بيجي العنف، بيجي من الأرض اللي واقفين عليها. أعتذر من جميع الأشخاص الذين كنت جلادهم أو كانوا ضحيتي. ويبقى أن الخارج من تمارين مسرحية تقاسيم عراكية يحمل معه تساؤلات ومخيلة مسرحية أكثر انفتاحاً وانطباعاً أن لا سلام من دون اعتذار.